اهل محمص، اهل محمص، محمص محمص، اهل محمص، محمص محمص محمص. نداء من العميد صابح الى العميد نادر، لي ينادي ما شاء، حول. العميد نادر يكلم العميد صابح، هل هذه هي غرزة المعلم حناوي؟ حسب معلومات عمك ثابت تبقى هي دي الغرزة، حول. حول انت واستعد لبدء الخطة لارتداد الكرسي من اليد الغاصبة. ابدأ الخطة. عنيف. أهل محمص. عنيف. أهل محمص. عنيف. محمص يا باشا. عنيف. محمص. عنيف وزير. عنيف. أهل محمص. محمص. أهل محمص. البس النضارة، مش بتقول حناوي يعرفك؟ أيوة، لسه ما جاش، لسه ما جاش. البس النضارة. أوكي أوكي. عاجبك كده؟ دي الأمانة اللي أبويا سابها في إيدك؟ ما كانش معايا فلوس يا نادر، ما كانش معايا فلوس. تضيعني أنا وإخواتي. أعمل إيه طيب؟ خلاص. نعم. إيه دي الغرزة؟ متأكد؟ المعلم حناوي موجود فوق. متأكد؟ أيوة. أيوة هي دي الغرزة. كنت بحشش هنا وأنا في كي جي 1. كي جي 1. مقدورة لسانك دي هي اللي جايبة الداهية. لا يا نادر. أيوة محمص 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 محمص. أيوة محمص. أيوة سيدي. انا هطلع استخبى بره. اي خطر اي قلق تقول محمص تلاقيني قدامك. اي خطر اي قلق. طب بقول لك ايه، خد شويه محمص يا عم. احنا هنقصر باخير يا عم باشا. اه محمص مساء الدمار. دمار مين يا عم القنبله؟ انت فيه ايه؟ اشرب. ما بشربش انا. ما تقطعنيش. جامله جامله. اشرب. شد. يا نهار ابيض. ايه الحان البونبوني ولا اروح اجي اطلع ببوق من الزباله دي؟ بونبوني واروح ايه؟ احنا في ملاهي. امال ايه؟ احنا في غرزه. يعني اقطع وشي في غرزه؟ تبقى شديد شديد. تبقى معلم ماسك ال ايه؟ بابا محدش يخدم علينا هنا ولا ايه؟ ولا مش مالين عليكم؟ ولا نكسر القهوه دي ولا ايه؟ مين اللي جوه ده؟ ايه يا جرع انت جوه؟ مين اللي بيكسر القهوه؟ يا جرع انت عايز ايه؟ ايه محدش يخدم علينا هنا ولا ايه؟ انا اخدم عليك. خدم علينا. تعالى. يا نهار اسود على دي جاموسه وقعنا فيها. اقعد. المعلمين يشربوا ايه؟ تشرب ايه يا معلم حنكوش؟ اشرب ايس كريم. ايه؟ قصده شيشه يا معلم، شيشه. ومعلقه عشان ما زروتش على الفلله. ايه؟ دي الماشه اللي بتمسك الفحم. آه. ما تطلبش حاجه تاني. وعندك طعم مزاج عالي قوي للمعلمين. خليهم طعمين بقى عشان نعمروا بيهم الدماغ. لا خليهم 12 طعم و13 فوطه و7 صفرات صلايت. وعندك طعمين مزاج عالي قوي للمعلمين وانا اللي هخدم عليهم بنفسي. المعلمين من ايه؟ من جنينه الحيوانات. منين؟ من عزبه ابو جاموس. ابدا بشر احسن بار. اجدع ناس. الشيشة من عندك هلا. تحت امرك يا سيد المعلمين. وعندك احلى شيشة للمعلم حناوي. ايه ده؟ ده طلع حناوي. ما انا عارف هو حناوي. عارف. حماص. اسكت. حماص. اسكت. حماص. ايوه. طلع حناوي حناوي. حناوي. نقتلوه. اتريق. انت عم تعمل ايه يا محمود المليجي؟ نقتلوه. شوف يا معلم. معلش ما تاخذناش يعني. اصله المعلم حنكوش لسه جديد في الشرطه واحنا جايين على هنا ضرب كام نفس يعني تعبان له دماغه شويه. لا مؤاخذه احنا خدامين السياده. الله يخليك. الشيش من عندك هلا. عمام يا معلم. وعندك اهل سيستين المعلم. ايه لا انا مش هشرب، انا هقعد اتفرج عليها شويه. اتفرج ايه؟ اشرب. مش هشرب شيش انا. اشرب. ايه في السليبه اللي انت نايم فيها دي؟ طيب اوكي. شوف يا معلم. معلم حنكوش اللي قاعد قدامك ده اكبر تاجر انتيكات في البلد. ايوه انا اكبر تاجر انتيكات وتحف وكراسي وخاصه كراسي. ايه الحكايه؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. ولا عمرك هتفهم حاجه في حياتك. سيبك منه يا معلم انا افهمك. افهم. انت اشتريت الطقم بتاع الغرزه اللي قدامنا ده واللي عندك فوق بالك قد ايه؟ انا معرفش. بس اتحلت يا معلم. طالما ما تعرفش يعني مر عليها وقت. طالما مر عليها وقت يبقى الحاجات اللي قدامنا دي باللي عندك فوق ملك المعلم حنكوش. وبالقانون الجديد ومعانا مفردات القانون. بس. مبروك يا جماعه. الف مبروك يا جماعه. المشاريب على الف مبروك. ان شاء الله يجي لك تمام. ورده بقت ملك المعلم حنكوش. ايه يا جرع اللي بتقوله ده؟ ان شاء الله. اسمع انت وهو. بياسه بعد كده. انا ما عنديش حاجه قديمه عشان ابيعها. ثانيا ايه؟ تقعدوا تشربوا الحجرين دول وتتدقلقوا من هنا. أوه. انا مش ناقص وجع دماغ يا جرع. الشيشه هلا. بقول لك
ايه؟ ها؟ ده باين عليه غبي وودينا في داهيه. كبش يا نادر. ايه؟ انا عامل حسابي على كل حال. عامل ايه؟ في خطه تانيه. خطه؟ ايوه. ما قلتليش عليها ليه؟ مش لازم اقول لك، هتشوفها بعينك. قول لي ايه هي عشان عارف. بس نادين على محمد. محمد محمد ايه مفرداتها؟ مفرداتها ان انت هتشوف مكونات ايه. ايوه. ولا خش بالخطه التانيه بسرعه بسرعه بسرعه. قول لي طب ايه افرادها؟ حناوي، انت اللي اسمك حناوي؟ يالا انت بتندى عليا كده كانك متربي مع امي. عايز ايه يالا؟ مفيش حاجه يا معلم. معلم سرجينا بيمس على حضرتك. بيقول لك بعت لك موزتين عسل. انا بحب الموزه يالا. واحده بتغني حبيبي والثانيه تركز. عينيا ازحلقهم. ده انا ازحلق عمرك. يلا روح انت لهم. عينيا يلا انزل بالخطه التانيه يا عمرو. صفاء. يا سلام على صفائها ونقائها. صفاء مين؟ ايه صفاء مين؟ صفاء حبيبتك. صفاء بنت الدكتور. ايه ده؟ هي صفاء بعد ابوها ما طردها من البيت اشتغلت رقاصة؟ يا راجل ايه؟ دي خطة تانية. تتحرق الخطة تانية. تعالي هنا. تعالي ما ترقصيش هنا. هرقص فين؟ هرقصي هناك. بطلي رقص خالص. هيا نادر.
خدها على بره يا استاذ عبد المجيد. اكمل الخطه؟ خطه انت بتلعبي استغمايه؟ انت مش بتحبيني؟ تعالى هنا لاديك بالقلم على بوك. طب عليا النعمه انا شاكك فيك انت والراجل ده من ساعه ما دخلت. انا عايز الموزز. الحقونا يا ناس. مين اللي ضرب نار؟ اتفضل يا فندم. اللي هيفتح بقه هولع في روحه. انا اتخنقت. ماشي الموزس. الموزس تمشي. الحمد لله الموزس تمشي. انا ماشي. مين ده؟ بيقول لك الموزس مش البغبغانات. اوف. هو ده؟ اتفضل. انت اللي اسمك حناوي؟ ايوه بيه. ايه الصوت ده؟ اخرس. شايف دول؟ مباحث. ايوه خد. انت هتموت. اقف كويس يا سياده العميد. خد يا سيد ابراهيم. اقعد. ولا اتفضل. تعال. معلش الشمس كانت جايه من ورا جامد قوي. معلش. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ معقولة؟ ايه؟ استاذ سمير صبري. استاذ سمير. مساء الخير يا حبيبي. في ناس حبايبك الليله. شوف شغلك ربنا يوفقك. شوف شغلي بس. شوف شغلي. افتكرت افتكرت. لا 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 نزل ايديك. انا اللي اعمل كده بس. طب وانا اعمل ايه؟ خليها على الله. يا رب انت هتشحت. استني خليها على الله. يا ابني بقى يا ابني. حول الله يا رب. انا مش قايل لك واحنا جايين في الطريق 40 مره. انت لواء. لواء املى مكانك. املى مكانك. حاضر. حمله حمله حمله. حاضر. انت يا ستي اللي بتمسحي ده هيطير. شوف اللي املى مكانك. راجل فتشوا فتشوا. هفتشوا لك تفتيش بقى. يلا يلا. بعد اذنك ارفع ايدك فوق ما تستهبلش. انت احول يا ابن احول اهو. ده سلام عليكم. اهلا عمينا. ايه ده؟ ده راح يزق زوجته. اهلا عمينا وحشنا. اوعى. هي الحكومه كشت كده ليه؟ اصلها اتغسلت. اقعد هنا. تعالى عشان تعالى. كشت و اقعد. ايوه هنهزر. اقعد هنهزر. خلاص اسمعني. ايوه احنا جايين لك في قضيه كبيره قوي. قضيه تخابر مع دوله اجنبيه صديقه مشتركه معاها في الابونيه وكل حاجه. بالظبط. فهموا ان الموضوع ما فيهوش اي هزار. ما فيهوش اي هزار. ايوه. ايه اللي حصل يا باشا؟ اترقيت. مبروك. الله يبارك فيك. ويوفقك. فاكر فاكر الكرسي اللي كنت خدته من ثابت البحر اللي عنده فيلا في المعادي؟ مش الكرسي المعفن ده؟ مالكش دعوه معفن. انا مش معفن. فين الكرسي؟ ما انا بعته يا عم. بيه؟ لواحد شغال بتاع اكسسوارات في السيما والمسرح. اسمه ايه؟ اسمه عماره. عماره كام دول؟ خلاص خلاص. معاك رقم تليفونه؟ ايوه اديني. معاك تليفون نتكلم فيه؟ ايوه معايا محمود. ان شاء الله يكون معاك هيثم. هات وريني. ايه؟ اديله رنه واقفل. عيب بقى كده. عشان المكالمه ما بتحسبش علينا احنا. عيب عيب عيب. طب اطلب الرقم وقول اوكي. حاضر. اوكي. خلاص 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 خلاص. انا انت بتكلمه ولا بتصطاده؟ فيه ايه؟ الو عمارة؟ عندك شقة مفروشة يا عمارة؟ بس مش وقت مش وقت. يا عمارة احنا الحكومة. ما تخافش يا عمارة، احنا مراقبينك من فترة كبيرة جدا وعارفين تصرفاتك كويس. احنا عاوزينك في مجرد افسل ايه؟ استفسار. عايز تقول استفسار؟ استفسار استفسار. بالخ. ايه؟ هنسألك في موضوع. فاكر الكرسي اللي كنت اشتريته من معلم حناوي صاحب الغرزه المشبوهه؟ لا احنا إيه؟ ما تخافش احنا هنعتبرك شاهد ملك او كتابه. عيب التفاهه دي يا باشا. فين يا عماره؟ فين؟ ايه 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 ايه؟ من امتى يا عماره؟ شكرا شكرا. ايه اللي حصل؟ مصيبه تانية. في ايه؟ باع الكرسي يا سيدي. لمين؟ باع الواحد عنده فرقه مسرحيه اسمها فرقه الاحلام ويستخدموا الكرسي ده في ديكور مسرحيه ليهم. طب وهنروح المسرحيه دي ازاي؟ بس مفيش غير صابح. صح. هو الوحيد اللي مضروب تمثيله وعارف مكان الفرقه دي. تمام. السكات خدوه من بره وانا جاي وراك. يلا بالك من نفسك. خلي بالك. ايوه انت لفنت المره دي. ايوه.